ألقت طائرات والقوى الجوية آلاف المنشورات على المناطق الغربية لمحافظة الأنبار تتضمن توصيات للمواطنين قبيل انطلاق عمليات تحريرها. مصدر أمني قال إن طائرات القوى الجوية ألقت المنشورات على مدن عنا وراوة والقائم غربي المحافظة تتضمن تعليمات وتوصيات للمواطنين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن مواقع داعش ومقاره، فضلا عن الاستعداد للخروج عبر الممرات الآمنة التي ستحددها القوات العراقية قبل انطلاق عمليات التحرير.